لا أحد من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين ساندها بالذخيرة في حربها ضد روسيا أكثر من جارتها بولندا. ذاك واقع يفترض أن يمنح تحالف الطرفين الأوكراني والبولندي صفة الوثيق جداً، لكن التوتر بينهما تطور ليصل إلى حد تبادلهما استدعاء السفراء على خلفية تصريحات بولندية. فوار سوترا أن كييف لا تقدر الدعم البولندي العسكري السخي كما يجب، بينما كييف ترفض اتهامها بعدم الامتنان وتشدد على أن التصريحات البولندية غير مقبولة بالمطلق. لتأخذ أزمة الطرفين في مراحلها المتقدمة هذه نحو الكثير من التأويلات وتطرح العديد من التساؤلات. هل باتت كييف عبئاً على وارسو؟ أم أن في خفايا الأزمة ما هو أبعد من الضجر؟ في أحدث بياناتها بشأن دعمها العسكري لأوكرانيا، قالت وزارة الدفاع البولندية إن حجم المساعدات بلغ أكثر من 3 مليارات يورو، وعادة ما تكون بولندا في طليعة الدول التي تضغط من أجل إمداد قوات جارتها الأوكرانية بالأسلحة، كما أنها أول دولة تعهدت بتقديم دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع إلى القوات الأوكرانية. وفي أبريل المنصرم وضعت بين يدي القوات الجوية الأوكرانية المزيد من طائرات ميغ-29 المقاتلة. ووارسو اليوم لا ترى أن كييف تقدر حجم الدعم المقدم لها في الحرب، والاتهامات لأوكرانيا بعدم إبداء الامتنان ليست من بولندا فحسب، وإنما واجه وزير الدفاع البريطاني بن والاس هو الآخر كييف باتهامات مماثلة حين أشار إلى أن بلاده ليست متجر أمازون العالمي لإمدادات الأسلحة. وطالب والاس كييف وقتها بإبداء مزيد من الامتنان لحلفائها الذين يمدونها بسخاء بالذخيرة من مخزوناتهم الخاصة، وفتح الباب حينها أيضاً أمام الكثير من التأويلات بشأن إبعاد ما بدا شرخاً في العلاقات بين أوكرانيا والغرب.